بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا النهاردة هو الضرب المتكرر في نون. طبعا الضرب المتكرر احنا كنا واخدين عنه فكرة كويسة جدا سنة ستة ابتدائي، في جزء كبير منه هيتعاد النهاردة ان شاء الله في الضرب المتكرر، بس بالنسبة لمجموعة الاعداد النسبية نون. احنا طبعا عارفين ان 3 أس 4 بتساوي 3 × 3 × 3 × 3. يعني انا كنت بكرر العدد 3 واضربه في نفسه على حسب الرقم اللي موجود في الأس، فكنت بضرب 3 في نفسها 4 مرات فيطلع عندي الناتج 1.8. وطبعا كنا عارفين من السنة اللي فاتت ان الرقم 3 بنسميه الاساس، في حين ان الرقم 4 في المثال ده كنا بنسميه بالأس. بصفة عامة لو انا عندي الف على ب عدد نسبي بينتمي لمجموعة الأعداد النسبية، والأس هنا نون عدد صحيح موجب، يبقى ألف على ب أس نون. معنى كده إن أنا هضرب الألف على ب في نفسها كم مرة؟ نون من المرات. يعني لو نون دي 2 يبقى أنا هضرب ألف على ب في ألف على ب، لو نون 3 يبقى ألف على ب في ألف على ب في ألف على ب، وهكذا. يعني معنى كده ان انا هفضل اضرب الالف في نفسها الى نون من المرات، والب في نفسها الى نون من المرات. يعني الف على ب لكل اس نون ممكن تتكتب الف اس نون على ب اس نون. مثال لو عندي 2/5 لكل اس 3، يعني ممكن اقول 2/5 2/5 2/5، او ممكن اقول 2 أس 3 على 5 أس 3. طبعا 2 أس 3 ب 8 على 5 أس 3 ب 125، وممكن استعين بالآلة عشان اتأكد من الناتج اللي مطلعه. طيب انا عندي ملاحظة بتقول لي ايه؟ الملاحظة الاولى الف على ب أس 0 بيساوي 1، اي عدد أس 0 كان بيساوي 1 ما عدا حالة خاصة في الرياضة ان 0 أس 0 ليس لها معنى، لكن اي رقم اخر اس 0 هيطلع الناتج بواحد. طيب ملاحظه كمان، لو عندي سالب الف على ب اس ميم، لو الميم ده عدد زوجي هيطلع الناتج موجب الف على ب اس ميم. يعني كنا بنقول ان الميم ده اللي هو موجود في الاس لو هو عدد زوجي فالاشاره السالبه هتنتهي وتختفي ويبقى يحل محلها الإشارة الموجبة. طيب لو عندي بقى سالب ألف على ب أس ميم، لكن الميم عدد فردي المرة دي، يبقى كنا بنحتفظ بالإشارة السالبة موجودة، هيفضل الناتج النهائي بتاعي بالسالب، لكن كنت بطلعها بس بره القوس، فيبقى عندي سالب ألف على ب أس ميم. طيب تعالوا كده نشوف المثال ده بيقول لي إيه؟ بيقول لي أكمل. أول حاجة عايز المعكوس الجمعي للعدد سالب 3/4 أس 0. طيب المعكوس الجمعي معناه إيه؟ المعكوس الجمعي يعني نفس العدد بس بغير الإشارة بتاعته. طب تعالوا كده نشوف العدد الأولاني. هو بيقول لي سالب 3/4 أس 0. طيب ما أنا عارف إن أي حاجة أس 0 بكام؟ بواحد، تمام. لكن هو عايز المعكوس الجمعي، يبقى المعكوس الجمعي هيبقى سالب 1. طيب تعال نشوف كده رقم 2، عايز المعكوس الضربي بقى. يبقى المعكوس الجمعي كان سالب 1، طب المعكوس الضربي انا عارف ان سالب 3/4 أس 0 كانت بواحد، يبقى معكوسها الضربي لما شقلب الواحد هيفضل برضه 1 صحيح. طيب هنا بيقول لي ايه؟ لو العدد ألف بيساوي العدد ب، فهو عايز يعرف قيمة 4/5 أس ألف ناقص ب. طب ما هو ألف ناقص ب هيطلع بصفر، ما هو الألف قد الب، يبقى ألف ناقص ب بصفر. يعني أنت عايز 4/5 أس 0، وأنا عارف إن أي حاجة أس 0 هتطلع بكام؟ هتطلع بموجب 1. طب هنا بقى بيقول لي إيه؟ لو السين قيمتها سالب نص والصاد قيمتها 3، فهو عايز سين أس صاد قيمتها كام؟ طيب أنا هعوض بقى، سين أس صاد دي معناها سالب نص أس 3،
يعني هفك القص ده فردي تفضل الإشارة السالبة موجودة، والنص قص 3 واحد قص 3 بواحد 2 قص 3 بـ8 يبقى الناتج هيطلع عندي سالب 8. طب تعالوا كده نشوف المثال التاني بيقول لي ايه. اوجد قيمة كل من ميات. اول حاجة عايز سالب 3/4 قص 2 في 8 على 27. طب تعالوا نفك واحدة واحدة. هفك ده الاول. القص ده زوجي يبقى الاشارة السالبة هتتحول لموجب، و 3 قص 2 يعني 3 في 3 ب 9، 4 قص 2 يعني 4 في 4 16. في 8 على 27 نزل زي ما هي، هبتدي بقى اختصر. على 9 فيها الواحد، هنا 27 على 9 فيها الثلاثة، هنا على 8 فيها الواحد، 16 على 8 فيها الاثنين، يبقى 1 في 1 بواحد في البسط، 2 في 3 ب6 في المقام. وممكن طبعا استعين بالآلة عشان اتأكد من صحة الإجابة. طب رقم 2، 2 و7 على 9 على سالب 1 و3 بس الكل قص 2. طب واحدة واحدة. أول حاجة أنا هرفع الكسر هنا، وأنا نازل نازل بالضرب، وأنا طالع طالع بالجمع. 2 في 9 ب 18، 18 زائد 7 25. يبقى الكسر الأولاني بقى 25 على 9. على لسه علامة الاسم زي ما هي، هرفع الكسر، 1 في 3 ب 3، 3 زائد 2 بقى عندي سالب 5 على 3 بس الكل قص 2. طيب تعالوا بقى قص 2 ده نفك الكسر هنا. يبقى انا عندي 25 على 9 نزل زي ما هي، على لسه زي ما هي، والقص الزوجي هيخلي الاشاره السالبه موجب، و5 قص 2 ب 25، و3 قص 2 ب 9. طيب انا عارف ان الخطوات بتاعتي بعمل ايه، ثبت اقلب شقلب، يبقى 25 على 9 في 9 على 25، وطبعا لما اختصر على 9 1 على 9 1 على 25 فيها الواحد على 25 فيها الواحد، يبقى 1 في 1 ب1. طب تعالوا كده نشوف بقى المثال رقم 3 بيقول ايه. بيقول لي لو ألف قيمتها سالب نص، طب والب قيمتها 2، والجيم قيمتها 3/4، فهو عايز يعرف القيمة العددية للمقدار ألف أس 3 في ب أس 2 زائد ب أس 2 في ج ناقص 8 ألف ب ج. طب أنا هعمل إيه؟ أنا هبدأ أعوض. هبتدي كده أشيل الألف وأحط بدلها قيمتها سالب نص بس أس 3 مضروبة، وطبعا ممكن أحط ما بين أقواس يبقى كده برضو ضرب، أو أحط عملية الضرب وعلامة الضرب اللي إحنا عارفينها. يبقى زي ما اتفقنا، انا شلت الالف وحطيت سالب نص اس 3، في الب كانت قيمتها 2 في المساله، فعندي 2 اس 2 زائد ب اس 2 يبقى 2 اس 2 برضو بس مضروبه في ج اللي هي كانت 3/4 ناقص 8 اهي، مضروبه في الف اللي هي سالب نص، مضروبه في ب اللي هي 2، مضروبه في ج اللي هي 3/4. تعالوا بقى نفك واحدة واحدة. أول حاجة هنا أس فردي يبقى الإشارة السالب هتفضل موجودة، وواحد أس 3 بواحد، 2 أس 3 بـ8، في 2 أس 2 بـ4 زائد 2 أس 2 بـ4 في 3/4. وبعد كده بقى تعالوا نفك ديت واحدة واحدة كده مع بعض. أنا هبدأ أضرب الإشارات، دي سالب 8 مضروبة هنا في سالب نص، يبقى سالب في سالب بموجب، موجب في موجب بعد كده، يبقى الإجابة النهائية هنا كانت بالموجب. طيب تعالوا كده نختصر، على الاتنين فيها الواحد، على الاتنين هنا في البسط فيها الواحد، على الأربعة هنا في المقام فيها الواحد، وهنا على الأربعة هنلاقي الثمانية هيبقى فيها الاتنين. ويبقى الناتج عندي 2 في 3 ب6. وزي ما اتفقنا ممكن اتاكد من ناتج عمليه الضرب باستخدام الآلة. طب نكمل بقى.
هضرب دول في بعض الاول وبعدين هضرب دول في بعض وبعدين اجمع النواتج. سالب 8 في 4 على 4 فيها الواحد على 4 فيها الاثنين بقت سالب نص. زائد على 4 فيها الواحد على 4 فيها الواحد 1 في 3 ب 3 زائد السته الاخيره نزلت. طيب انا عندي 3 زائد 6 9، 9 ناقص نص الشرط الكبير واطرح، يبقى الاجابه هتكون 8.5.